في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون أثناء خطبة الجمعة. نعم. كثير من الأجانب يتكلمون. نعم. هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون؟ نعم، إذا كثر الذين يتكلمون أثناء خطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم يقول بلغنا أن أناسا يتكلمون وهذا حرام عليهم، ويأتي بالحديث الدال على ذلك. ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية، فتقع المشكلة، وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم، أن يشير لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول، لأن تسكيتهم بالقول محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد رغبت.